السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب سينيور 2 في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم طلابنا طلاب موقع الخطة التعليمي. معاكم مستر عبد الله نصر في منصة الخطة التعليمية، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنشرح the first lesson في المنهج الجديد، في الكتاب الجديد اللي هو الأبلايد ماس. عندنا يونت 1 يا شباب بيتكلم عن حاجة اسمها الاستاتستكس الاستاتكس عندنا يونت 1 يا شباب بيتكلم عن حاجة اسمها الاستاتكس، والاستاتكس دي بتتكلم السنة دي إن شاء الله عن حاجة اسمها الفورسز، القوة، الفورسز، تمام؟ طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا 2 يونتس، او مش عارفين اديكوا عرفتوا، عندنا 2 يونتس، يونت استاتكس واليونت الثاني اللي هي السوليد جيومتري. كل ده على بعضه كده 9 ليسنز، 9 دروس، ان شاء الله باذن الله الموضوع يكون سهل وبسيط. اول ليسن النهارده شباب معانا the resultant of two forces meeting at a point. the resultant of two forces meeting at a point يعني لو انا عندي 2 فورسز بيأثروا في بوينت معينه، فانا عايز اشيل ال 2 فورسز دول وحط مكانهم فورس واحدة بس تؤدي نفس التأثير بتاع التو فورسز. تاني، عندي تو فورسز هشيلهم حط مكانهم فورس واحدة بس تؤدي نفس الوظيفة. ده اللي هنشوفه النهاردة ان شاء الله. يلا بينا مع ريفيجن الاول سريع كده، وبعد كده مع فكرة الدرس. طيب يا شباب، اولا كده ريفيجن سريع على الفيكتورز، لان احنا عارفين ان الفورس هي عبارة عن فيكتور. احنا عارفين طبعا ان الكوانتيتيز عندنا سكيلر كوانتيتي وفيكتور كوانتيتي، صح ولا ايه؟ فيكتور وسكيلر. اهي الفورس بقى دي عباره عن فيكتور. يعني ايه فيكتور؟ يعني ليها ماجنيتيود وليها دايركشن. تاني، يعني ايه فيكتور؟ يعني ليها ماجنيتيود وليها دايركشن. طب يعني ايه سكيلر يا مستر؟ سكيلر يعني ليها دايركشن، ليها ماجنيتيود بس، ليها ماجنيتيود بس، ليها رقم. يعني مثلا لما اقول لك اللينث ده، اللينث ده كام؟ هتقول لي اللينث ده 15. ف15 ما بتقوليش بقى 15 دايركشن كده ولا دايركشن كده. ليه؟ لان اللينث سكيلر. لكن لما اقول لك الفورس او الفيلوسيتي، كل دي فيكتور كوانتيتيز. يعني اقول لك مثلا الفورس دي عباره عن مثلا 10 نيوتن او 10 اي حاجه، ماشي، خليها نيوتن المره دي معلش، 10 نيوتن، والدايركشن بتاعها كده. يبقى انا بزق القلم كده، دي فورس في الدايركشن ده، او فورس في الدايركشن ده، او فورس في الدايركشن ده. ف10 نيوتن هنا غير 10 نيوتن هنا غير 10 نيوتن هنا، وهكذا، تمام؟ ليه؟ لان هي فيكتور كوانتيتي. طيب مبدئيا كده في الفيكتورز في السينيور 1 السنه اللي فاتت كنا خدنا كام حاجه كده. كان بيقول لي ايه لما اقول لك AB plus BC؟ شايف ال B وال B هيروحوا مع بعض، اتفضل لي ال AC. صعبه دي؟ لا مش صعبه. لو انا عايز اشوفها على الجراف بتاعي، ادي AB وادي BC. شوف انا بدات منين؟ بدات من هنا. شوف انتهيت فين؟ انتهيت هنا. شفت؟ من اول الستارتنج بوينت لغايه الاند بوينت هو ده الانسر بتاعي. دي كانوا يسموها sum of the two vectors او sum of vectors، يعني عادي يعني. تمام؟ تمام يا مستر. طيب لما اقول لك AB plus BC plus CA، هتقول لي والله ايه ده يا مستر، ده انا بدات من هنا، دي راحت مع دي ودي راحت مع دي، بدات من الايه وصلت لغايه الايه. تاني، بدات من الايه وصلت لغايه الايه، يبقى زيرو، مفيش فيكتور. ما انا وقفت الستارت بوينت، تخيل كده ان انا بدات من هنا رحت لغايه كده، رحت لغايه كده، رحت لغايه كده، ايه ده؟ مفيش حاجه. وصلت الستارت بوينت، هي الايه؟ الاند بوينت، يبقى زيرو فيكتور، زيرو فيكتور، ماشي. قلت له يا مستر لو AB البي راحت مع البي فضل لي ايه؟ اي دي. اللي هو فين يا مستر اي دي؟ اهو. تاني، ادي اي بي بلس بي دي، بدات من هنا وانتهيت هنا، يبقى فروم ذا فيرست ستارت بوينت تو ذا لاست اند بوينت، من اول نقطه بدايه لغايه اخر نقطه نهايه، تمام. طيب اي سي وسي دي، خلاص اتفضل لي ايه؟ اي دي، تمام اهو، اي سي سي دي، اقفل كده بقت اي دي. في مشكله في القصه دي؟ لا يا مستر. يبقى انا ممكن اشيل التو فيكتورز دول واحط مكانهم ده، ده اسمه الريزلتنت بتاعهم او الصم بتاعهم. حلو. كان بيقول لي كمان عندك الاي بي بلس الاي سي. تاني، الاي بي بلس الاي سي اهو، الكلام ده ايكوال ايه؟ قال لي ايكوال 2 اي دي، بس لو دي كانت ميد بوينت ايكوالز 2 اي دي. في مشكله في القصه دي؟ لا يا مستر مفيش مشكله في القصه دي، كان ليها اثبات وبروف السنه اللي فاتت، تمام. طيب بي دي بلس سي دي، بص كده معايا، بي دي بلس سي دي، ايه يا مستر؟ ده الاثنين دول ان اوبزيت دايركشنز، الاثنين دول ايه؟ ان اوبزيت دايركشنز، وطبعا الاثنين دول ايكوال اهو، ما انا قلت لك دي ميد بوينت، صح كده الكلام ده؟ يبقى الكلام ده ايكوال زيرو. ليه ايكوال زيرو؟ تخيل كده انت داخل مثلا في ايه، تلعب ريست مع واحد صاحبك، وانت قوتك قد قوته بالظبط، ايه اللي هيحصل؟ هتقفوا، مفيش حد هيكسب ولا حد هيخسر، صح ولا ايه؟ تفضل ماسكه كده، هو يشد وانت تشد، مش هيحصل حاجه، صح ولا لا؟ يبقى زيرو، تمام. طيب اي بي ماينس اي سي، كل اللي احنا خدناه ده كان ايه؟ كان بلس. اي بي ماينس اي سي كان بيقول لك سي بي، وانت راجع كده بص انت مشيت كده، اي بي ماينس اي سي يبقى سي بي. الكلام ده ايكوالز كام؟ سي بي. اي بي ماينس اي سي، لما تشيل دي من دي يتفضل لك سي بي، يتفضل لك
سيبي، عايز تقتنع بيها ولا ايه؟ احنا لسه في الاول، فانا ايه يعني نروق عليكم كده. بص يا بطل، لو انا قلبت دي ايه اللي هيحصل؟ هتقولي والله يبقى الكلام ده AB زي ما هو فيكتور بلس CA. تاني لما تقلب الفيكتور بتغير ايه؟ بتغير الساين، هي كانت نيجاتيف خليتها بوزيتيف. طب ما تجيب لي CA هنا وخليها قبل البي ليه يا مستر؟ هقول لك دلوقتي. يبقى CA اهو بلس AB، هو ينفع نشقلب كده يا مستر؟ اه عادي، هو مش الاديشن كوميوتيف يعني ابدالي، يعني 2 بلس 3 مش هي هي 3 بلس 2؟ اه الاثنين ب 5، وبالتالي AB بلس CA هي هي CA بلس AB. طيب انت مش واخد بالك ان الA زي الA هيتفضل لي CB؟ اه هيتفضل لي CB. طب ما هو ده اللي انا قلته فوق، يبقى في الماينس AB ماينس AC، وانت راجع اخر حاجه CB. تاني AB ماينس AC CB. سهله يا مستر؟ سهله. يلا بينا نشوف الفكره اللي بعد كده في الريفيجن. اكزامبل نمبر 1، ادخل على طول في الاكزامبلز. كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي رايت ذا فيكتور A. الفيكتور ده طبعا ده X و Y، دي كنا بنسميها كارتيزيان فورم. افتكر الكلمه دي عشان هقولها تاني بعد شويه. كارتيزيان فورم كان اسمها كده، كارتيزيان فورم. ليه كارتيزيان يا مستر؟ كارتيزيان دي بتتقال على اي حاجه اكس واي، كارتيزيان فورم. ان ذا بولر فورم، طب ايه بقى البولر فورم؟ كان بيقول لي البولر فورم نورم وثيتا. تاني البولر فورم نورم وثيتا. تالت البولر فورم نورم وثيتا، دي اسمها ايه؟ يبقى النورم اوف ايه. يبقى انا محتاج دلوقتي اجيب النورم بتاع الايه واجيب الثيتا، وكده جبت حاجه اسمها البولر فورم. يبقى عندي كارتيزيان فورم وعندي بولر فورم. الكارتيزيان الكلام ده كان السنه اللي فاتت يا شباب. الكارتيزيان فورم عباره عن اكس وواي، البولر فورم عباره عن نورم وثيتا. نورم نورم اللي هو اللينث يعني، او ماجنيتيود. طب النورم كنا بنجيبه ازاي يا مستر؟ كان بيقول لك النورم ايكوالز ايكوالز اكس باور 2 بلس واي باور 2 تحت الروت. يبقى الكلام ده ايكوال سكوير روت اوف 3 باور 2 ب 9 بلس روت 3 باور 2 ب 3. الكلام ده يطلع كام يا مستر؟ روت 12. يعني ايه روت 12؟ يعني 4 تايمز 3 ب 2 روت 3. خلاص اعملها على الاله. خلاص طلع لي هنا كام؟ 2 روت 3. كده جبت مين؟ كده جبت النورم. فاضل لي الثيتا. شفت الموضوع سهل ازاي؟ كل ده كان السنه اللي فاتت. كانت الثيتا ايكوالز تان نيجاتيف 1 واي اوفر اكس، واي اوفر اكس يبقى نيجاتيف روت 3 اوفر 3. تاني تان نيجاتيف 1 نيجاتيف روت 3 اوفر 3. طب احنا عايزين نعمل الكلام ده يا مستر على الاله، تعال نشوف الكلام ده على الاله يطلع بكام. يلا نكتب يا شباب تان نيجاتيف 1 نيجاتيف روت 3 اوفر 3. بص كده، شيفت تان براكت براكت واحد بس، تمام، نيجاتيف روت 3 اوفر 3، نيجاتيف روت 3 اوفر 3 بس. اقفل كده، اعمل نيجاتيف 30. بص يعني ايه نيجاتيف 30 دي بقى يا مستر؟ ما نكتبش يا جماعه، ما نكتبش الثيتا بالنيجاتيف. طيب التان دي بالنيجاتيف فين؟ خليك فاكرها ان هي نيجاتيف 30، مش هينفع اكتبها. ها خليك فاكرها بس. التان بالنيجاتيف فين يا مستر؟ قلت له يا مستر والله التان نيجاتيف في السكند والفورث. في السكند هنا بعمل 180 ماينس، في الفورث هنا بعمل 360 ماينس. تمام، انت ايه رايك؟ اعمل 180 ولا 360؟ مش بالمزاج يا مستر، ده اللي يقول لنا. قال لك هنا ايه؟ هنا الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف. يعني ايه بوزيتيف نيجاتيف؟ قلت لي يعني فورث. تاني الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف، يبقى انا في الفورث. حلو، طالما انا في الفورث اعمل ايه؟ 360. هاجي عندي دي كده واعمل بلس 360، لان انا بعمل 360 بالبوزيتيف. ماينس الانسر اللي طلع لي ده اللي هو 30، مش ماينس نيجاتيف 30، لا ماينس 30 على طول. او من الاخر هتجيب ال 360 تحط لها ده. تاني 360 تحط لها نيجاتيف 30 على طول، تطلع كام يا مستر؟ تطلع 330 ديجري. حلو، إيه فين البولر فورم يا مستر؟ اهي البولر فورم. كده خلاص انا خلصت. اقول والله يبقى الانسر بتاعي هو عباره عن ال 2 روت 3 اللي هي النورم الماجنتيود 2 روت 3 وكام؟ و 330 ديجري. و 330 ديجري دي كده اسمها البولر فورم، دي كده اسمها ايه؟ البولر فورم. ودي كده اسمها ايه؟ كارتيزيان فورم. البولر فورم بيكون فيها ديجري زي الفل. طيب بعد كده في الريفيجن عندنا ايه تاني يا مستر؟ عندنا كده بص بيقول لي رايت ان تيرمز اوف ذا تو بيزك ايه؟ يونت فيكتورز. البيزك يونت فيكتورز يا شباب اللي هو كانوا بيسموهم زمان فاندمنتال يونت فيكتورز. فاندمنتال يونت فيكتورز يا شباب اللي هم الاي والجي، الاي والايه؟ الاي والجي. حلو قوي الكلام ده.
طيب بص اقول لك حاجه من الاخر، يعني عشان تجيب الفاندمنتال يونت فيكتورز اللي هم الاي والجي محتاج تجيب الاكس والواي، تاني زي ده محتاج تجيب اكس وواي زي ده. طيب يا مستر لو انا عندي بولر فورم، بص بيقول لك ايه هوز نورم از 10، ده مديني النورم ومديني المفروض الثيتا، فين الثيتا؟ قال لك اند اكت ان دايركشن اوف ويسترن نورث. ويسترن نورث دي عامله ازاي؟ ويسترن نورث دي يا مستر اهي ادي ايست ويست نورث ساوث. ويسترن نورث يعني في النص بالظبط. اشمعنى في النص يا مستر؟ عشان هو سكت ما قالكش لا 30 ولا 60 ولا اي حاجه، يبقى في النص بالظبط. تقول لي خلاص هنا 45، طالما في النص بالظبط يبقى 45، وهنا كام؟ وهنا 90، يبقى الانسر ده ايكوال ايه؟ هتقول لي والله ببدا من عند الاكس اكسس، من البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، دي كده كلها 135 ديجري. تمام، دي كده النورم، النورم والثيتا اللي اسمها البولر فورم، انا عايز الاكس والواي. قلت له يا مستر والله بكل بساطه بعمل كده، الاكس ايكوالز النورم كوزين الثيتا، والواي ايكوالز النورم ساين الثيتا. خلاص يبقى انا هعمل 10 كوزين و10 ساين، كده خلصت، جبت الاكس والواي، حط جنبيها اي وجي وخلصت البيزك يونت فيكتورز. حلو قوي الكلام ده. يبقى الاكس ايكوالز النورم اللي هو كام؟ 10 كوزين 135، والواي اللي هي كام؟ 10 ساين 135. الكلام ده يطلع دي كده نيجاتيف 1 نيجاتيف 10 اوفر روت 2، ودي كده تطلع 10 اوفر روت 2. خلاص في مشكله في القصه دي؟ لا بس ما فيش مشكله. نيجاتيف 10 اوفر روت 2 يعني نيجاتيف 10 روت 2 اوفر 2 اللي هي نيجاتيف 5 روت 2، ودي هتطلع كام؟ 10 اوفر 2 جنبيها روت 2 يبقى 5 روت 2. يبقى الانسر بتاعي هيكون ايه يا مستر؟ قال لك والله بكل بساطه الانسر بتاعي هيكون كده، ادي الاكس نيجاتيف 10 روت 2 والواي 5 نيجاتيف 5 روت 2 نيجاتيف 5 روت 2 و5 روت 2. عارف عشان اكتبهم بالفاندمنتال يونت فيكتورز اعمل ايه؟ هحط اي جنب الاكس وجي جنب الواي بس. يعني الكلام ده ايكوالز نيجاتيف 5 روت 2 اي ان دايركشن اي بلس 5 روت 2 ان دايركشن جي. كل ده ريفيجن على سينيور 1 على الفيكتورز عشان نحتاج الكلام ده. فاندمنتال يونت فيكتورز بتجيب الكارتيزيان فورم تحط جنب الاكس اي تحط جنب الواي جي. سهله يا مستر. سؤالي بعد كده. question number 3 بيقول لي يا مستر طبعا انا جايب examples عشان على طول ايه لما نشرح هنجيب examples ده كل ده في الفيكتورز، يعني ايه الموضوع سهل ان شاء الله. طيب example 3 if the forces F1 F2 F3 act on a particle. ماشي. وبعدين يا مستر قال لي find the values of A and B if these forces their resultant is كذا. احنا عارفين يا جماعة resultant يعني ايه؟ resultant يا مستر equals F1 plus F2 plus F3. F1 plus F2 plus F3 ماشي. طب ما ده الريزلتنت، يبقى equals F1 plus F2 plus F3. الاكس اللي هنا اللي جنب الاي equals الاكسات دي كلها، والواي هنا equals الواي دي كلها. طب ما الموضوع بسيط يا مستر اهو. صح، الاكس في الريزلتنت ايكوالز الاكسات كلها بتاعت الفورسز، الواي في الريزلتنت ايكوالز الوايز كلها او الوايات كلها بتاعت الفورسز. اقول له خلاص يبقى 5 ايكوالز 2 بلس A بلس 5 2 بلس A بلس 5. عد ال 5 دي الناحيه الثانيه بالماينس يساوي 0، هتبقى كده 0، يبقى 0 ايكوالز 2 بلس A. يبقى الاي بكام؟ الاي مستر بنيجاتيف 2، هو كان عايز الاي بكام؟ طب سهل اهي. وبعدين نيجاتيف 2 في الواي نيجاتيف 2، يبقى هكتب هنا نيجاتيف 2 ايكوال، اكتب بقى الوايات كلها بتاعت الفورسز 3 و 1 اهي 1 اهي 3 و 1 وبي 3 و 1 وبي، يبقى 3 بلس 1 بلس بي دول كده ب 4، هيروح الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى البي ايكوالز نيجاتيف 2 ماينس 4، يبقى البي ايكوالز نيجاتيف 6. طبعا دي سمبليفاي يا جماعه، دي حاجات سهله. هو كان عايز الاي والبي بكام؟ امتى؟ لما كان الريزلتنت ده. طيب بص معايا نفس الاكزامبل ده، هو بس اغير اخر كلمه. ماشي. لو قال لك لو ار ان اكوليبريم، لو الفورسز دول ار ان اكوليبريم يعني ايه يا مستر؟ ار ان اكوليبريم يعني الريزلتنت بزيرو، يعني الريزلتنت بكام؟ بزيرو، يعني الاكس بزيرو والواي بزيرو. اقول له خلاص يبقى الاكسات دي كلها كده بزيرو، يبقى 2 بلس A
بلس 5 ايكوال 0 تاني 2 بلس a بلس 5 ايكوال 0 وايه كمان يا مستر والواي كلها ب 0 3 1 وبي 3 بلس 1 بلس b ايكوال 0 2 5 7 يبقى a بلس 7 ايكوال 0 يبقى الـ a ايكوالز نيجاتيف 7 وهنا الـ b ايكوالز نيجاتيف 4 بس ودي 3 وال1 الناحيه الثانيه بالماينس يبقى 3 1 4 ودي الناحيه الثانيه يبقى نيجاتيف 4 يبقى b ايكوالز نيجاتيف 4 والـ a ايكوالز نيجاتيف 7 ده امتى لو الـ all forces are in equilibrium يعني ايه في اتزان يعني في اتزان مفيش حاجه بتتحرك تمام زي الفل طيب ادخل على موقع الخطه التعليمي علشان تشوف باقي الدروس وفي كل المواد ذاكر في اي وقت وخليك دايما مستعد بص كده الليسن بتاع النهارده ان شاء الله كده خلصنا الريفيجن سريعا يعني بيقول لي ايه resultant of two forces meeting at a point احنا الاول اللي قلنا ده كان ريفيجن سريعا عشان الفيكتورز عشان هنتعامل بالفيكتورز النهارده كتير واليونت كلها فيكتورز اصلا عشان الفورسز كلها فيكتورز يعني ايه فورس يا شباب يعني ايه فورس قول لي مثلا لو انا مثلا عملت كده دي اسمها فورس لو انا مثلا زقيت حاجه دي اسمها فورس لو انا شديت حاجه دي اسمها فورس صح ولا لا فبيقول لي والله الفورس دي يا مستر هي the effect of a natural body upon another one تأثير جسم على جسم بس يعني ايه يعني ده بيأثر على ده the effect of a natural body upon another one على جسم اخر بس انا بزق حاجة بايدي دي اسمها فورس يبقى في فورس جاية كده اهي صح ولا ايه جميل قوي هنا عندي فورس جاية كده وعندي فورس جاية كده في مشكلة في القصة دي؟ لا يا مستر ده كده الـ definition of forces يعني force the effect of a natural body upon another one يعني على جسم آخر طبعا بيقول لي أنا عندي by A قال لي والله by pushing يعني بالدفع attraction اللي هو التجاذب pressure اللي هو الضغط repulsion اللي هو التنافر تمام؟ هناخد كل واحدة من دول دلوقتي يعني بيقول لك إن الفورسز دي ليها kinds ليها أنواع تمام؟ زي الفل الكلام ده طيب kinds of forces هو اللي كنت بقول لك عليه أول حاجة عندنا إيه؟ عندنا tension force التنشن ده يا جماعة تشوف كلمة string شوف كلمة سترينج يبقى عندك تنشن على طول على طول يعني ايه سترينج يا مستر؟ او واير او روب او واير ايا كان تمام؟ خلاص يعني ايه سترينج؟ يعني خيط كلمة خيط او سترينج معناها ايه؟ معناها تنشن على طول فانت دلوقتي لو عندك تنشن عندك خيط اهو ده سترينج خلاص؟ معنى كده ان الخيط ده عشان يفضل شايل لازم يكون فيه تنشن وطبعا هنا البادي ده فيه ويت نازل لتحت يبقى انا لو شايل حاجة في ايدي لو انا شايل دلوقتي حاجة في ايدي اهو بخيط فده في ويت نازل لتحت وفي تنشن لفوق وصلت حلو قوي يعني انت مثلا وانت بتسحب السبت من تحت في تنشن تنشن اللي هو شد يعني بالعربي تمام الرفعه الكبيره اللي هو الونش الكبير لما بيكون شايل اثقال كده احمال بيبقى في تنشن في الواير في السلك اللي هو شايل بيه ده في الاسانسير المصعد بتاعنا ايه اللي بيحصل عشان يطلع لفوق عشان ينزل لتحت او حتى هو واقف في تنشن عارف لو ما فيش تنشن اللي يحصل الكابينه بتاعت المصعد او الاسانسير دي تقع يبقى ايه اللي بيحصل حتى لو هو في السكون في ان ايكوليبريم لازم يكون التنشن لفوق ايكوال الويت لتحت لازم يكونوا الاثنين دول سيم ماجنيتيود عشان يكون في ايكوليبريم طب امتى الاسانسير يطلع لفوق لو التنشن عالي التنشن بقى اكبر وصلت امتى ينزل لتحت لو الويت بقى اكبر طبعا هو في الاسانسير كل حاجه يعني اندر كنترول تحت التحكم بس انا قصدي ايه حتى لو احنا سبناه لو احنا سبناه اللي هيحصل لو احنا سبناه يا مستر مش هيطلع لفوق هينزل لتحت ليه لان الويت بيشد الحاجه لتحت تمام زي ما هقول دلوقتي يبقى اول فورس هي ايه التنشن فورس طب بعد كده يا مستر قال لك البريشر رياكشن يعني ايه بريشر انا دلوقتي لو بضغط بايدي على ايدي كده فبعمل بريشر وايدي لو ما نزلتش فهي بتعمل رياكشن تاني لما اضغط بايدي انا كده بعمل بريشر اسمها بريشر فورس قوه الضغط طيب لو انا بضغط اهو بضغط وايدي ما نزلتش ايدي ما نزلتش ليه عشان بتعمل رياكشن طب امتى يثبته لو البريشر ده قد الرياكشن ده يعني ايكوليبريم اتزان طب امتى ينزل لتحت لو البريشر اعلى طب امتى يطلع لفوق لو الرياكشن اعلى وهكذا وبالتالي يا شباب بيقول لي ان انا عندي بريشر وعندي رياكشن البريشر بيكون لتحت والرياكشن بيكون لفوق في مشكلة في القصة دي؟ لا يا مستر يبقى كده خدنا التنشن فورس بريشر فورس رياكشن فورس بعد كده يا مستر عندنا اتراكشن فورس ايه الاتراكشن فورس والريبلشن دي اللي هي التجاذب والتنافر اللي هي زي مثلا بيقول لك في الماجنتيك بولز اللي هي الاقطاب الكهربية اللي هو زي المغناطيس يعني بيقول لك في ايه تاني يا مستر قال لي والله في الالكتريك تشارجز اللي هي الاشارات الكهربية او الشحنات الكهربية تمام في الفيزيكس الكلام ده واسترونوميكال اوبجكتس اللي هو بين الكواكب والحاجات دي والمجموعة الشمسية بقى والأقمار والكلام ده
تمام. وبالتالي عندي حاجه اسمها ايه اتراكشن فورس ريبالشن فورس اللي هي مين يسر اللي هي قوه التجاذب والتنافر تمام. بعد كده مثلا عندنا مين قال لك عندنا الجرافيتيشنال فورس. يعني ايه جرافيتيشنال فورس؟ قال لك والله اللي هي بتاعه الجاذبيه. ليه لما انت تسيب عربيه على منحدر تنزل؟ عشان الارض بتشدها. ليه طبعا التفاحه المشهوره يعني ليه لما ترمي تفاحه فوق تنزل تاني؟ عشان الجرافيتيشنال فورس اللي هي الجاذبيه الارضيه اللي هي قوه الجاذبيه. اللي بيقول لك ايه ان لو انا حطيت اي بادي في الهواء كده اي بادي في الهواء بيقول لك هينزل دروب داون towards the earth. يعني ايه هينزل في اتجاه الارض towards the earth تمام. ليه يا مستر؟ عشان حاجه اسمها الجرافيتيشنال فورس تمام. بيقول لك اللي بيعمل الكلام ده في اتراكشن في قوه جذب من الارض بتشد اي جسم نحوها بنسميها الجرافيتيشنال فورس. بيقول لك الكلام ده equals m times g تمام تمام. طبعا هو ده الجرافيتيشنال فورس اللي هو الويت حتى هو كاتبها لك اللي هو مين اللي هو الويت تمام. في مشكله في القصه دي؟ دي كده كانت ايه الكاينز اوف فورسز يعني مقدمه سريعه كده للليسن بتاعنا تمام تمام. طيب هنرجع الحته بقى انا لسه قايلها في الريفيجن بس بص بيبدا بيها الليسن اهو. ليه يا مستر؟ عشان الفورس فيكتور. بيقول لك ازاي اعبر عن الفورس؟ قلت له والله مش الفورس دي فيكتور. قال لي اه فيكتور اهو ده كاتبها اهو والله كلام جميل. مش الفورس دي فيكتور؟ اه قال لك فيكتور. طب ما الفيكتور ده ليه اكس وواي. الاكس والواي معناها كارتيزيان فورم لسه قايلها لك من شويه ولا ما انا كنت بحل. يبقى كارتيزيان فورم. يبقى انا لو عندي الاف اهي الفورس بتاعتي فيكتور اكس وواي يبقى كارتيزيان فورم. طب قال لك بولر فورم. يعني ايه بولر فورم يا مستر؟ قلت لي نورمو ثيتا. بولر فورم نورمو ثيتا. بولر فورم نورمو ثيتا اللي هو ايه؟ كان ده النورم عباره عن سكوير روت اوف اكس باور 2 بلس واي باور 2. طبعا كل اللي كتب ورايا السؤالين اللي فاتوا ولا الثلاثه اللي فاتوا فاكر انا قلت ايه اللي هو كان من 10 دقايق ربع ساعه. جماعه لازم نكتب ها ما تكتبش وانا بتكلم بس وقف كل ما اخلص معلومه مفيده معلومه يعني معلومه كامله هتوقف وتكتبها تاني تمام. حليت سؤال هتوقف وبعد كده تكتبه تاني وتحله بايدك. لازم يا جماعه لازم الماس محتاج كتابه ما ينفعش قراءه حتى لو انت فاهم ما ينفعش برضه لان في فرق بين فهم المعلومه وتثبيت المعلومه. انت معايا الحمد لله بتفهم لكن مش بتثبت المعلومه. ثبتها امتى؟ لما انت اللي تكتب. انا فهمك لكن ما ثبتلكش المعلومه. اما انت اما ايه اللي يحصل بقى عشان المعلومه تثبت عندك انت لازم انت اللي تكتب تمام يا شباب تمام. وبالتالي يبقى عندي كارتيزيان فورم وعندي بولر فورم. فاكرين الفاندامنتال يونت فيكتورز اي مثل اللي هي الاي والجي. بجيب الاكس والواي احط جنبها اي وجي بس اي وجي بس اي وجي. الناس اللي ما فهمتش الموضوع الاي والجي اهو بتعمل ايه؟ بجيب الكارتيزيان فورم وتحط ايه؟ تحط اي وجي. الموضوع سهل يا مستر سهل جدا. طيب دلوقتي لو انا عايز احدد الفورس بتاعتي يعني لما اقول لك مثلا ايه انا عايز ازق ايدي دي ازقها بالقلم ده هتقول لي طيب انت عايز تزقها كده ولا عايز تزقها كده ولا عايز تزقها لفوق؟ انت عايز تزق اي حاجه هتعمل ايه؟ هتقول لي محتاج دايركشن صح. طب السؤال التاني انا خلاص هزقها كده خلاص هزقها حته صغيره ولا حته كبيره؟ اه يعني ماجنيتيود قد ايه؟ اه يبقى انا محتاج ماجنيتيود. يبقى انا محتاج دايركشن محتاج ماجنيتيود. السؤال التالت ازقها من هنا ولا ازقها من هنا؟ ما انا لو زقتها من هنا هتمشي كده. لو زقتها من هنا هتلف تعمل دوران روتيشن. اه ده انت عايز البوينت اوف اكشن نقطه التاثير. يعني انا عايز الاول اعرف انا هزقها في الاتجاه ده تمام وعايز اعرف الماجنتيود قد ايه همشي قد ايه وعايز اعرف البوينت اوف اكشن هنا ولا هنا ولا هنا. انا خلاص انا هعمل كده وهنا هعمل كده بس انا لما عملت هنا كده لفت اهي نفس الحركه اهي تاني نفس الحركه اهي. طب وكده اهي يبقى نفس الحركه. في فرق بين الدايركشن والبوينت اوف اكشن. فبيقول لي معنى كده ان انا عايز ايه ده بيجي في التشوز ده معنى كده ان انا عايز 3 اليمنتس او 3 فاريبلز ثلاث متغيرات بيعتمد عليهم الديترمينيشن اوف ذا فورس تحديد القوه بتاعتي ماجنيتيود ودايركشن وبوينت اوف اكشن. في مشكله في القصه دي؟ لا يا مستر مفيش مشكله. يلا بينا نستخدم القوانين. ادخل على موقع الخطه التعليمي علشان تشوف باقي الدروس في كل المواد. ذاكر في اي وقت وخليك دايما مستعد. مستر بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لك the resultant of two forces meeting at a point analytically. يعني ايه analytically؟ يعني بالقوانين. طيب بص معايا كده لو انا قلت لك انا عندي فرصه اهي ادي اف 1 وعندي فرصه اهي ادي اف 2 حلو قوي الكلام ده عايز اجيب الريزلتنت. تقول لي والله يا مستر complete parallelogram. يعني ايه complete parallelogram؟ يعني اقفل parallelogram كده واقفل parallelogram كده وبعدين فين الريزلتنت؟ قال لك الريزلتنت هو ده الدياجونال اوف ذا parallelogram. دياجونال اوف ذا parallelogram
في مشكله في القصه دي؟ لا مفيش مشكله، بس انا مستر ما قلتش كومبليت بارالوجرام اللي هو انت يعني. انا بقول لك هتقول لي يا مستر انا انت ما قلتش حاجه صح؟ بص هقول لك حاجه، احنا دي بقى اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، ودي فائده الريفيجن. افترض ان ده كده انا نقلته هنا، ما هو اتش 2 اوبزيت سايدز ار ايكوال اللينث وار بارالل، يعني ايكوفالنت فيكتورز. خدناها السنه اللي فاتت، لو عندك بارالل فيكتورز وايكوال النورم، النورم بتاعهم ايكوال اللي هو اللينث يعني، يبقى ده يحل محل ده. حلو قوي، يبقى انا ممكن الاف 2 دي انقلها هنا، وبعدين يا مستر هتقول لي يبقى ده بلس ده ايكوالز ده، زي الفل الكلام ده. ده لو انا بتكلم از فيكتورز، از ايه فيكتورز. طب انا عايز ارقام ماجنيتيودز، قال لك لا الموضوع مش هيمشي بالبساطه دي. قلت له ليه؟ قال لك لا ده احنا عندنا انجلز وقصه. اول حاجه شباب بيقول لك الانجل بتوين الاف 1 والاف 2 كلها كده اسمها الفا، ثابته دي يا شباب، اسمها الفا دي ثابته عشان موجوده في القانون. الانجل بتوين الريزلتنت، الريزلتنت والاف 1 هنسميها ثيتا، طبعا اف 1 هنسميها ثيتا 1، اف 2 هنسميها ثيتا 2، مش تفرق تاني، بس لازم يكون عندي انجل اللي هو الدايركشن اوف ذا ريزلتنت. طيب يبقى تاني انا عملت ايه؟ عملت فرصه اهي وفرصه اهي، والاثنين ميتنج ات ا بوينت، يعني الاثنين يتلاقيان في نقطه واحده. تو فورسز ميتنج ات ا بوينت اهي. عايز اشيل الاثنين دول، اشيلهم واحط مكانهم واحده. قلت لي خلاص احط مكانهم السودا دي، دي الريزلتنت بتاعتي اللي هي الدياجونال اوف ذا باراليلوجرام. طيب مستر القانون عامل ازاي؟ هقول لك القانون اهو، ما تتخضش. سكوير روت اوف اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2 بلس 2 اف 1 اف 2 كوزين الفا. تاني، سكوير روت اوف اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2 بلس 2 اف 1 اف 2 كوزين الفا. طيب ده مين يا مستر؟ ده الار اللي هو الدايركشن، الماجنتيود. الار اللي هو مين؟ الرقم، يعني الار دي بكام؟ يعني بقول لك مثلا عندي 2 فورسز، واحده 10 وواحده 5، اشيلهم واحط واحده بكام؟ تقول لي اشيلهم واحط واحده مثلا ب 7 مثلا يعني، ايا كان. طيب يبقى الار ايكوالز ايه؟ اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2 بلس 2 اف 1 اف 2 كوزين الفا. الكلام ده تحت الروت، طبعا تحت الروت ما مكتوب اهو. طيب يا مستر انا عايز الدايركشن، هتقول لي والله الدايركشن اهو دي تان ثيتا 1 اللي هي مين؟ اللي هي دي اللي هي بتوين الفيرست فورس والريزلتنت. تاني، بتوين الفيرست فورس والريزلتنت. بص كده عشان ما تغلطش، لو دي 1 هتبقى دي 2 1 2، تاني 1 2 1 2، تالت 1 2 1 2. طب مثلا لو عايز الثانيه عادي، لو عايز 2 هتبقى 2 1 2 1، مفيش لخبطه اهي خلاص. وطبعا ساين الفا كوزين الفا، طبعا معروف ان التان ساين اوفر كوزين، مفيش لخبطه اهي خلاص كده ربطناها تمام. يبقى تان ايكوالز ايه؟ التان يا مستر التان ثيتا ايكوالز اف 2 ساين الفا اوفر اف 1 بلس اف 2 كوزين الفا، لو بجيب التان ثيتا 1 اللي هي بتوين الفيرست فورس والريزلتنت. ده كده القانون بتاع الماجنتيود، وده كده اهو، ده كده بتاع الماجنتيود يا شباب، ده كده بتاع الماجنتيود، وده كده بتاع الدايركشن. ماشي، في مشكله في القصه دي؟ ادي كده اكزامبل، ده كده اول قانون في الدرس معانا، قانون جديد. الار ايكوالز سكوير روت اوف اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2 بلس 2 اف 1 اف 2 كوزين الفا، والتان ثيتا ايكوالز اف 2 ساين الفا اوفر اف 1 بلس اف 2 كوزين الفا. طيب بص كده معايا، تعال نشوف الاكزامبل بيجي ازاي. الموضوع سهل وبسيط جدا، بيقول لي ايه؟ تو فورسز ار ايكوال تو فورسز اوف ماجنتيودز اف 5 و3، اقول له دي كده اف 1 ودي كده اف 2 نيوتن، اكت ات ا بوينت اند انكلود ان انجل بتوين ذيم 60، يبقى دي الالفا. طب ليه مثلا مش ثيتا؟ هو قال لك بتوين الفيرست فورس والريزلتنت، ولا قال لك انكلود؟ بص كده، انكلود ان انجل اوف ميجر كام؟ مين الانكلود بقى دول؟ اللي هم التو فورسز اللي بيتكلم على دول، هو بيتكلم على دول. خلاص شباب حلو قوي، هتقول لي مستر عايز ايه؟ قال لي عايز الريزلتنت، قلت له الريزلتنت ايكوالز سكوير روت of f1 باور 2 بلس f2 باور 2 بلس 2 f1 f2 كوزين الفا. يبقى الكلام ده ايكوالز سكوير روت f1 باور 2 اللي هي 25، f2 باور 2 اللي هي 9 بلس 2 f1 f2 كوزين 60. بس ونعمل الكلام ده على الاله، تعال نكتب الكلام ده نشوف هيتكتب ازاي على الاله. بص كده معايا، يبقى روت 25 بلس 9، روت 25 بلس 9 بلس 2 تايمز 5 تايمز 3 كوزين 60. الكلام ده طلع يا مستر ب 7، يبقى الانسر بتاعي بكام يا شباب؟ ب 7 نيوتن. 7 كام؟ 7 نيوتن. عايز ايه دلوقتي يا شباب؟ عايز الدايركشن. اقول له خلاص والله الدايركشن كان تان ثيتا. تان ثيتا ايكوالز ايه يا مستر؟ قال لي ايكوالز اف 2 ساين الفا اوفر اف 1 بلس اف 2 كوزين الفا.
اف 2 ساين الفا اوفر اف 1 بلس اف 2 كوزين الفا، كل ده تعويض مباشر. طب تعالى نعوض كده، بص كده يا بطل، اف 2 اللي هي ب 3، ترتيب الفورسز اللي جايبها لك ده مش اي كلام، لا لازم تلتزم بيه. قال لك الاولانيه اف 1 والثانيه اف 2، يبقى 3 ساين 60 اوفر اف 1 اللي هو 5 بلس 3 كوزين 60 بس. ونروح نجيب الاله ونحل الكلام ده على الاله، والموضوع بسيط جدا. طيب بص كده معايا، 3 ساين 60 اوفر 5 بلس 3 كوزين 60. الكلام ده طالع بالقصه دي. طبعا انا مش عايز ده، انا مش عايز تان، انا عايز ثيتا. اعمل على طول على طول على الاله، شيفت تان انسر، طلعت كام؟ طلعت الرقم ده اللي هو 21 ديجري 47 مينت. 21 ديجري بس ثيتا بتاعتي ايكوالز 21 ديجري 47 مينت. تمام يا شباب، تمام يا مستر، الموضوع سهل وبسيط ودايركت جدا جدا. طيب بص معايا كده، لو احنا خدنا سؤال كمان، اكزامبل نمبر 2 بيقول لي يا مستر، بيقول لي تو فورسز اكتنج ات ا بوينت اف ذير از اف ذير ماجنيتيودز ار 4f و 3f، يبقى دي كده f1 ودي كده f2. حلو قوي الكلام ده. طيب بص معايا، فايند ذا ميجر اوف ذا انجل، ده عايز الالفا بتوين ذم، بتوين ذم اللي هم مين؟ ال f1 وال f2. اف ذا ماجنيتيود اوف ذا ريزلتنت ده، بص يا شباب احنا عارفين ان الريزلتنت ايكوالز ايه؟ ايكوالز سكوير روت اوف f1 باور 2 بلس f2 باور 2 بلس 2 f1 f2 كوزين الفا. لما يكون مديك الريزلتنت ما تحطش دي وحط هنا باور 2. يعني ايه يا مستر؟ يعني حط هنا باور 2 وشيل الروت ده، اكنك عملت باور 2 او سكويرنج اوف بوث سايدز، يعني باور 2 للطرفين. تاني، لما يكون مديني الريزلتنت يا شباب، لما يكون مديني الريزلتنت في الانسر مش بيقول لي هاتها، لو بيقول لي هاتها حط روت. لما يكون مديها لي ما احطش الروت واحط باور 2 الناحيه الثانيه. يلا بينا نعوض تعويض مباشر. اقول له يا مستر والله ار باور 2 اللي هو روت 13، روت 13 اف باور 2، الكلام ده ايكوال اف 1 باور 2 اللي هو كام؟ 4 اف باور 2 بلس 3 اف باور 2 بلس 2 تايمز 4 اف تايمز 3 اف كوزين الفا. هو اصلا عايز الالفا فاكيد مش هيديها لك، هيدي لك كل حاجه اكيد لا. طيب روت 13 باور 2 ب 13 اف باور 2 اف باور 2 ايكوال 4 باور 2 ب 16 اف باور 2 بلس 3 باور 2 ب 9 اف باور 2 بلس 2 تايم 4 تايم 3 اللي هو 8 تايم 3 ب 24 واف تايمز اف اف باور 2 كوزين الفا. واحد شاطر ومتاسس كويس يقول لي يا مستر الاف دي كلها طايرها مع بعض. اقول له ليه يا بطل؟ يقول لي هقول لك يا مستر دلوقتي، بص كده الاف دي كلها طايرها مع بعض. ليه؟ شايف الاف دي والاف دي والاف دي خدتهم بره كومن فاكتور. لما خدتهم بره هنا كومن فاكتور طيرتها مع دي، او عملت ديفايدد اف باور 2 ديفايدد اف باور 2 ديفايدد اف باور 2 ديفايدد اف باور 2. فهمت كده القصه دي؟ فهمتها، بس مفيش مشكله، خلي بالك ان انا في بلس ها، فبعمل كل واحده لوحدها. لكن لو كان كل ده تايمز كنت هعمل كلهم ديفايدد اف باور 2 مره واحده بس. تمام، فبالتالي يا مستر دلوقتي انا ايه؟ عملت ديفايدد اف باور 2. ماشي ماشي يا مستر، خلاص بقى مش عايزين، احنا عملناها خلاص. طيب هنعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ هنجمع. طيب يلا بينا اكسباندنج. يلا يبقى عندنا هنا 13 ايكوالز 16 و9 25 بلس 24 كوزين الفا. ما حدش يقول لي يا مستر 25 بلس 24 ده فيتال ميستيك قوي، يعني بص خطا قاتل يعني من الدرجه ال 15 متقدم جدا. ليه؟ لان دي تايمز مع دي، يعني الاثنين دول اصحاب، ما ينفعش انت تدخل بال 25 عليهم، ما ينفعش. حلو، هعمل ايه يا مستر؟ هودي دي الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى 13 ماينس 25. جميل، 13 ماينس 25 الكلام ده ايكوالز كام؟ انا وديت دي الناحيه الثانيه، اتفضل لي 24 كوزين الفا، 24 كوزين الفا. انا عايز الكوزين لوحدها، يبقى انزل اللي جنبها ده بالديفايدد. ليه؟ عشان هو بالتايمز، ده هنا تايمز اهو، يبقى انزله ديفايدد. 13 ماينس 25 بكام؟ بنيجاتيف 12. انزل 24 يبقى دي 24، الكلام ده ايكوالز كام؟ كوزين الفا، يعني كوزين الفا بكام؟ بنيجاتيف هاف. الفا بكام كده؟ ب 120. شكرا، سؤال سهل او اصبح سهل. تمام، في مشكله في القصه دي؟ لا مفيش مشكله. طلب منك الريزلتنت هتحط ايه؟ سكوير روت. اداك الريزلتنت هتشيل السكوير روت وتحط باور 2.
طيب ايه الفكره اللي بعد كده يا مستر؟ بص معايا، عندنا شباب سبيشال كيسز على الكلام ده، ودي بصراحه اللي بتيجي في الامتحانات، مسائل متفوقين في الام سي كيو، كل حاجه المالتيبل تشويس كويشنز كلها هتلاقيها كلها سبيشال كيسز. اول حاجه شباب بيقول لك اف ذا تو فورسز ار بيربنديكولار. يعني ايه يا مستر تو فورسز ار بيربنديكولار؟ يعني يا مستر الاف 1 بيربنديكولار تو اف 2. الكلام ده بيعمل لي ريكتانجل، مش فاهم. بص كده، ادي عندي فورس اف 1، عندي فورس اف 2، الاثنين دول يا مستر بيربنديكولار. قلت لي هو انا كنت بجيب الريزلتنت ازاي؟ كنت بتقول لي كومبليت باريلوجرام. يعني ايه كومبليت باريلوجرام؟ طبعا هنا بقى اسمه ريكتانجل عشان ده بقى بيربنديكولار. هروح اعمل كده وراح جاي كده، دي مين دي؟ دي الريزلتنت. حلو، كل ده بكام؟ الالفا، الالفا هنا بكام؟ ب 90. دي كام؟ دي ثيتا. زي الفل. طبعا لو دي بقت بيربنديكولار هتبقى دي بيربنديكولار زيها. واحد يقول لي مستر هو الاف 2 دي مش ممكن انقلها الناحيه الثانيه؟ اه ممكن انقلها اهو. واحد يقول لي مستر احنا القانون الكبير ده مش هنكتبه ليه؟ لقطها بقى، ده واحد لماح يقول لي مش عايزين الريزلتنت. اه طب ما ايكوال ده باور 2 بلس ده باور 2 تحت الروت، ما ده بايثاغورس يا مستر. ده ايه بايثاغورس؟ يعني يا مستر عايز تقول لي ان القانون بتاعي يكون سكوير روت اوف اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2 بس، خلاص بقى بلس 2 اف 1 اف 2 كوزين الفا مش هتكتبها. يبقى انا حافظ السبيشال كيس، ما اروحش اعوض بقى بلس 2 اف 1 اف 2 كوزين الفا ولا ايكوال في الاخر زيرو. طب وليه؟ ما هي الموضوع سهل وبسيط. وبالرسم انا متعمد ارسم لك، كنت ممكن اجيب لك الكلام ده مرسوم عشان انت ايه في الاخر تعرف ترسمه بايدك تتفاعل معايا. وقف بعد ما اخلص دي، وقف ورسمها عشان تحفظها في دماغك. تمام. طب والثيتا؟ هتقول لي والله الثيتا ايكوالز، انا عايز تان ثيتا اوبزيت اوفر هايبوتنس اوفر ادجيسنت. تاني اوبزيت اوفر ادجيسنت بس، يبقى تان ثيتا ايكوالز ايه؟ اف 2 اوفر اف 1 بس كده. بس كده كل ده ليه؟ عشان انا فاهم يعني ايه بيربنديكولار. يعني الالفا ايكوالز 90 والكلام ده بيطلع لي ايه يا شباب؟ والكلام ده بيطلع لي ريكتانجل. الموضوع سهل وبسيط اهو. يبقى تان ثيتا ايكوالز اف 2 اوفر اف 1 والار ايكوالز سكوير روت اوف اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2. انا مش عايز اطلع اجري، هو الموضوع سهل بصراحه. يعني انا دلوقتي ايه اروح اعمل ايه؟ اروح اقلب خلاص، مفيش. موضوع سهل وبسيط جدا، بس امتى؟ لما تكون فاهم ان دي سبيشال كيس. بيقول لك كده، بيقولها لك كده بالبلدي بالبنط العريض، تو بيربنديكولار فورسز. هيقول لك ايه اكتر من كده؟ لما يقول لك تو بيربنديكولار فورسز هتقول لي مستر معنى كده ان الاف 1 بيربنديكولار 2 والاف 2. هتقول لي مستر معنى الكلام ده ان الريزلتنت ايكوال سكوير روت اوف اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2. معنى كده يا مستر ان التان ثيتا ايكوالز اف 2 اوفر اف 1. ده واحد مذاكر سبيشال كيسز وكتبها بايده مرتين. طيب تعالى نقرا السؤال، لسه ما قراتش انا. اف 1 ايكوال 6 اف 2 ايكوال 2.5 فايند ريزلتنت. قلت له انا كتبتها خلاص اصلا اهو، يبقى سكوير روت اوف اف 1 باور 2 بلس F2 باور 2. خلصت الكلام ده ايكوالز F2 اوفر F1 واحطها شيفت تاني على الآلة. يلا نجيب الآلة ونشوف القصة دي بكام. بص كده ادي السؤال خلص اهو. ليه؟ عشان سبيشال كيس. يبقى 6 باور 2 بلس 2.5 باور 2. الكلام ده طلع يا مستر 6.5. طيب لو جبنا الآلة تاني وعملنا 2.5 اوفر 6 على الاله، عملها شيفت تان صح ولا ايه؟ ما هو تان ثيتا ايكوالز ده، انا اعمل شيفت تان على طول احطها على الاله، يبقى شيفت تان واعمل فراكشن 2.5 اوفر 6. تمام الكلام ده يطلع يا مستر 22 ديجري 37 مينت. 22 ديجري 37 مينت، سهله جدا. ليه؟ عشان انا فاهم السبيشال كيس. طب بص كده الاكزامبل ده تاني. يبقى هو يا مستر بيقولها لي بالبنط العريض. اه بيقولها لي بالبنط العريض. طيب هي مش محتاجه اكزامبل تاني الحته دي، هندخل في سبيشال كيس واحده تانيه. يبقى تاني اللي فاتت دي يا شباب كانت بتقول ايه؟ If the two forces are perpendicular. If the two forces are perpendicular، معنى كده عشان انا عندي ريكتانجل والقانون بتاعي هو ده. طيب بص كده سبيشال كيس نمبر 2. بيقول لك ايه؟ If the two forces are equal in magnitude. يعني ايه مستر ايكوال ان ماجنتيود؟ اه كتبها لك اهو. F1 equals F2، مش محتاج اكتب بقى. مش محتاج اكتب F1 و F2، اكتبها F وخلاص. طب تعالى بص كده. ادي اف وادي اف. قلت لي مثلا عشان اجيب الريزلتنت هعمل ايه؟ هعمل كومبليت باراليلوجرام. طب يلا كومبليت باراليلوجرام، يبقى الكلام ده ايكوالز. تعالى كده نجيب الريزلتنت، يبقى الدياجونال يا مستر بتاعي، ادي الدياجونال بتاعي، هو ده الريزلتنت بتاعي. قلت لي كل ده ايكوالز ايه؟ الفا صح؟ قال لك اه دي كده الفا اوفر 2
ودي كده الفا اوفر 2. ما هو الريزلتنت بايسكت الانجل بتوين التو فورسز اللي هي الالفا. يبقى دي مستر سبيشال كيس ومهمه قوي. لما يقول لك ذا تو فورسز ار ايكوال هتقول لي يبقى الالفا دي بايسكتد باي نصفت بالريزلتنت. وبالتالي لو اف ايكوالز اف يبقى الانجل ايكوالز الانجل، والعكس صحيح. لو الانجل دي ايكوالز الانجل دي، او يقول لك في السؤال كده if the resultant of the two forces bisect the angle between them then the two forces are equal in magnitude. تاني لو عندي bisect angle يبقى عندي equal forces، لو عندي equal forces يبقى عندي bisect angle. اولا تالت لو عندي bisect angle يبقى عندي equal forces، عندي equal forces يبقى عندي bisect angle. جميل قوي الكلام ده. طيب القانون بتاع الكلام ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك قانون سهل قوي، تحس ان هو رخم كده بس هو سهل. يعني r equals 2f cosine alpha over 2، تحفظه r equals 2f cosine alpha over 2. يا مستر هو ده بدل القانون الطويل؟ اه. طب هو انا لو عوضت بالقانون الطويل مش مفيش مشكله؟ لا، بس ليه وانا عندي 2f cosine alpha over 2 ارخم على نفسي ليه؟ يبقى r equals ايه 2f، افتكر دي f cosine alpha over 2 عشان دي cosine alpha over 2. تمام. لو انتوا عايزين اثبات الحاجات دي ممكن نقولها لكم، بس خليها في فيديو تاني عشان اصلا الدرس طويل. هو سهل بس افكاره كتيره، فخلي الاثباتات دي كلها ممكن في فيديو تاني لو انتوا طالبينها اكتبوا تعليقات وان شاء الله نعملها لكم يعني. طيب يبقى 2 اف كوزان الفا اوفر وثيتا ايكوالز ايه؟ الفا اوفر 2. تمام. بيقول لك بس ماركه كمان، بيقول لك ايه يا شباب؟ بيقول لك خلي بالك لو انا قلت لك هنا ان الالفا عندي بين 120 هتبقى الار ايكوالز الاف. يعني لو الانجل دي كانت بين 120 يعني مثلا عامله كده، دي كده بكام؟ ب 120. قال لك يبقى الار اللي في النص، الار دي هتبقى ايكوالز الاف دي، الار هتبقى ايكوالز الاف. تمام. طبعا واحد ممكن يجربها، قلت لك ايه لو الالفا ب 120 حط لي هنا 120 يبقى الار ايكوالز 2f كوزاين 60. ليه 60 يا مستر؟ ما هي 120 ديفايدد 2، الكوزاين 60 راحت مع ال 2، اعملها كده 2 كوزاين 60 بتديك 1، يبقى الار ايكوالز الاف. تيجي في الاسئله ماشي. يبقى تاني امتى الار تكون ايكوالز الاف؟ في التو فورسز ار ايكوال، مش في اي حاجه تانيه. امتى؟ لو الالفا ب 120. خلاص يا شباب في مشكله في القصه دي؟ هو بيقول لك ايه الحته اللي قلت لك عليها ان الار، بص كده اهي الار بايسكت 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 ذا انجل بتوين ذا تو فورسز. الحته دي مهمه جدا جدا جدا، بتيجي في المسائل كتير جدا. لو التو فورسز ار ايكوال ان ماجنيتيود يبقى الار بتاعتي بايسكت ذا انجل بتوين ذا تو فورسز. تمام. تعالى كده نشوف الاكزامبلز. بص كده معايا، ادخل على موقع الخطة التعليمي علشان تشوف باقي الدروس في كل المواد، ذاكر في اي وقت وخليك دايما مستعد. كويستشن نمبر 4 بيقول لي ايه؟ كويستشن نمبر 4 طبعا في الايه؟ في الدرس بتاعنا كله، لكن دي اول سؤال على الفكره دي اللي هي ذا تو فورسز ار ايكوال ان ماجنيتيود. بيقول لي تو فورسز ار ايكوال ان ماجنيتيود، يقول لك ايه اكتر من كده؟ اهو يبقى اف 1 ايكوالز اف 2 ايكوالز اف. معنى كده يا مستر ان الار ايكوالز 2 اف كوزاين الفا اوفر 2. شفت كده الموضوع بسيط سهل دايركت جدا جدا. طيب ذا ماجنيتيود اوف ذا ريزلتنت ده ايه؟ ده يا مستر مديني ريزلتنت هنا، اقول له خلاص يبقى 70 وفي الغالب بيديك الريزلتنت ايكوالز 2 اف. تاني مديك الريزلتنت كتبتها، هيديك الريزلتنت هيشيل الاف او الالفا، بس غالبا بيشيل الاف يعني. تمام. and the measure of the angle between them is 60. دي مين دي؟ دي الالفا، يبقى كوزاين 60 اوفر 2. تاني مديك الانجل بتوين ذا تو فورسز كلها، انا عايز نصها يعني 30 يعني. طيب يبقى 70 روت 3 ايكوالز 2f كوزاين 30. انا بقى عايز الاف بكام؟ اكيد بيقول لك هيدي الاف. اه find the magnitude of each of the two forces اللي هو الاف يعني. قلت له والله الموضوع بسيط، بص كده سمبليفاي، او ان انا ازاي اطلع الاف من النص. طيب اهو الاف اهي ايكوالز، مش انا عايز الاف، قلت له قال لي نزل ده تحت ونزل ده تحت، يبقى 2 كوزاين 30 تحت اهي 2 كوزاين 30. طب وفوق في كام يا مستر؟ قال لك 70 روت 3. ما جبتش سيرتها انا، بس كده الكلام ده. الكلام ده في الاخر يا مستر هيطلع ايكوالز كام؟ تعال كده نشوفه على الاله الكلام ده هيطلع بكام. طبعا احنا ممكن نعملوها بايدينا عادي يعني، الموضوع سهل وبسيط، بس خلينا نعملوها ايه على الاله. 70 روت، ما فيش روت هنا، 70 روت 3. فين روت 3؟ ادي 70 روت 3 اوفر 2 كوزاين 30، الكلام ده يطلع 70. تمام. يبقى الانسر بتاع كام يا شباب؟
الانسر بتاعي ب 70. طبعا هو هنا قال لي ايه؟ قال لي نيوتن، فانا هكتب نيوتن. تمام، سهله يا مستر اهي، سهله جدا جدا. طيب اكزامبل كمان على الموضوع ده، بيقول لي تو ايكوال فورسز. قلت له والله يا مستر الموضوع سهل وبسيط، طالما قال لي تو ايكوال فورسز، طالما قال لي تو ايكوال فورسز يبقى اف 1 ايكوالز اف 2 ايكوالز اف. ايدك شغاله معاك، ايدك شغاله مع لسانك وانت بتقرا، تقول لي يبقى الار ايكوالز 2 اف كوزين الفا اوفر 2. شفت الموضوع سهل ازاي؟ الحمد لله. اكت ات بوينت اند ذا ماجنيتيود اوف ذا ريزلتنت ايكوالز 8. حلو، مديني ال 8، الريزلتنت ب 8، بحط 8 هنا ايكوالز 2. تعال نشوف الاف ولا حاجه. اف 1 اوف ذيم از ريزيرفد. ده هنا مديني سؤال لذيذ جدا جدا جدا، ركز معايا بقى، محتاج ارسمه السؤال ده. طبعا هنا بيقول لك if one of them is reserved then the magnitude of the resultant is 6. يبقى هنا عندي resultant اسميها r1 وهنا عندي resultant r2. طيب ركز بقى معايا في الحته دي، بص معايا. انا عندي هنا شباب ادي f وادي f. قال لك الريزلتنت بتاع دول بكام؟ ب 8. هو اللي قال دي ال r1. قال لك if one of them is reserved يعني لو واحده منهم قلبتها الناحيه الثانيه، فانا هقلب مثلا دي. if one of them is reserved يبقى انا هقلب دي. طيب خليني كده اعمل لك الريزلتنت بلون ثاني. يبقى الريزلتنت ده كده اهي، دي كده الريزلتنت الاولانيه، ودي كده طبعا الاف والاف، تبقى الريزلتنت الثانيه اهي بكام؟ ب 6. يبقى الريزلتنت دي ب 8 والريزلتنت دي ب 6، دي كده r2. خلاص؟ حلو يا مستر الكلام ده. بيقول لك فاين ذا ماجنتيود اوف ايتش فورس. طبعا يا مستر انا هعمل ايه؟ اقول له والله بكل بساطه انا هعوض مرتين. هعوض مرتين، تمام؟ طيب يلا. عندك ار هنا وعندك ار هنا، بس السؤال. انا قلت لك الالفا بتوين ذيم بكام؟ الانجل بتوين ذيم الفا. طب لو دي الفا هتبقى دي كام؟ بقيتها يا مستر ما هي ريزيرفد معناها اون ذا سيم ستريت لاين بات ان اوبزيت دايركشن. تاني ريزيرفد معناها، ريزيرفد دي معناها ايه؟ on the same straight line but in opposite direction، يعني نفس straight line. فدي الفا هتبقى دي ايه؟ 180 minus الفا. بس عوض بقى عادي. تقول لي عادي ازاي يعني؟ اقول لك خلاص اول حاجه هي 8، يبقى 8 equals 2f cosine alpha over 2. حلو. طب عايز اعوض في الثانيه، هتقول لي عادي هشيل ال r واحط 6 equals 2f cosine الفا، دي اللي هي الانجل، اللي هي الانجل دي كلها. طب ما هي دي الانجل دي كلها 180 ماينس الفا اوفر 2. تاني الفا اوفر 2 لان هي الانجل كلها اسمها الفا. طب لو هنا شال الفا دي وحط حسن، هقول حسن اوفر 2. طب لو حطني هنا حسنين احط حسنين اوفر 2. حط لي 180 ماينس الفا احط 180 ماينس الفا اوفر 2. تمام. الاخر لو عملنا سمبليفاي نعمل يا مستر واحنا صغيرين، ديفايد 2 ايكوالز 1 ديفايد 2 ايكوالز 4. هيتفضل لي هنا 4 ايكوالز اف كوزين الفا اوفر 2. عايز اقول لك حاجه بس هنا، هي دي ممكن اكتبها كده، دي كده ممكن اكتبها كده 180 ديفايدد 2 ب 90 ماينس الفا اوفر 2. حد معترض؟ تاني 180 ديفايدد 2 ب 90 والفا اوفر 2 بالفا اوفر 2. فيها مشكله؟ مفيهاش مشكله يا مستر. معنى كده ان انا عندي كوزين 90 ماينس الفا اوفر 2. طيب انت ايه رايك في كوزين 90 ماينس الفا اوفر 2؟ تقول لي والله يا مستر تعالى نكتبها كده اهو، يبقى كوزين 90 ماينس الفا اوفر 2 ديفايد 2 ايكوال 1 ديفايد 2 ايكوال 3. يبقى الكلام ده ايكوالز هنا اف وهنا كام؟ 3. كوزين 90 ماينس من سينيور 1 ال 90 بتغير الكوزين تخليها ساين، يبقى هنا 3 ايكوالز اف ساين الفا اوفر 2. تاني ال 90 وظيفتها حاجه واحده، تغير الكوزين تخليها ساين، وممكن تعمل حاجه كمان ثانيه بس مش دلوقتي، هي مش هتعملها دلوقتي. ال 90 بتعمل حاجتين، دلوقتي تعمل حاجه واحده بس هنا. ليه يا مستر؟ عشان انا في الفيرست كوايل، في الفيرست كوايل بتعمل حاجه واحده بس. ال 90 هتغير الكوزين تخليها ساين. ساين ايه؟ ساين الفا اوفر 2. حلو قوي. شوف بقى انت عندك كام ايكويشن دلوقتي؟ عندي يا مستر ادي الفيرست ايكويشن وادي السكند ايكويشن، الاثنين دول عايزين نحلهم مع بعض. يلا بينا يا شباب هنكتب الاثنين دول في السلايد اللي جبناها الجديده. هنا عندي 4 ايكوالز اف كوزين الفا اوفر 2، 4 ايكوالز اف كوزين الفا اوفر 2، و 3 ايكوالز اف ساين الفا اوفر 2. ايه رايك في الاثنين دول؟ هنعمل الاثنين دول ديفايدد او نعملهم الاثنين دول بلس بس بالباور 2، هنعملهم ديفايدد. هي ليها اكتر من طريقه، نعملهم ديفايدد. فانا سميت دي 1 وسميت دي 2، فاقول له ديفايد ساين اوفر كوزين يعني 2 اوفر 1 باي ديفايدنج
باي ديفايدنج. حلو، هتقولي والله يبقى 3 اوفر 4 هعمل ده اوفر ده ايكوالز اف اوفر اف، راحوا مع بعض كم كمان؟ ساين اوفر كوزاين، ساين الفا اوفر 2 اوفر كوزاين الفا اوفر 2، طبعا دول راحوا مع بعض. ساين اوفر كوزاين بكام؟ بتان، يبقى تان الفا اوفر 2، الكلام ده ايكوالز كام؟ 3 اوفر 4. هتقولي هعمل الترينجل حبل الانقاذ بتاعي اللي هو ده ترينجل المقدس ده، هنعمل ايه؟ هنعمل ادي الالفا اوفر 2 3 اوفر 4. ليه؟ ما هو التان ايكوالز اوبزيت اوفر ادجيسنت. ايكوالز ايه مستر؟ ايكوالز 5 اللي هو مين؟ بايثاغورس. حلو، انا عايز بقى ساين الفا اوفر 2، اقول له ساين الفا اوفر 2 ايكوالز اوبزيت اوفر هايبوتنس اللي هي 3 اوفر 5. ايه رايك لو عوضت بالساين دي هنا؟ كده جبت الاف خلاص. اعمل ازاي؟ اقول له كده بص فروم 2 3 ايكوالز اف تايم ساين اللي هي 3 اوفر 5. وبالتالي يا مستر دلوقتي انا عايز الاف بس، شايف دي ايكويشن ان ترمز اوف اف، هعمل ايه يا مستر؟ هعمل سمبليفاي. ازاي يا مستر؟ اهو بص كده ال3 دي هتكنسل ال3 دي، الناس بقى اللي بتحب السمبليفاي اللي هو الحاجات العاليه دي، ال3 هتكنسل ال3، هيتفضل لي ايه؟ هيتفضل لي هنا 1 ادي ال1 ايكوالز ادي الاف، وهنا كام؟ 1 اوفر 5 تاني، ده هنا 1 اهو، ال5 دي تطلع فوق وكده خلصت بالتايمز، يبقى الاف ايكوالز 5 نيوتن. بس انا كده خلصت. تاني الحته دي سريعا، تاني شويه الحته دي سريعا. الاثنين دول انا جبتهم من السلايد اللي فاتت، الشريحه اللي فاتت. خلاص؟ عملت ايه؟ ليها اكتر من طريقه. في طريقه ثانيه ان انا اعمل الاثنين دول باور 2، بس خلاص انا عملت بطريقه واحده ثبتها دلوقتي. هعمل ده ديفايدد ده 3 اوفر 4 اهي 3 اوفر 4 ايكوالز اف اوفر اف، ادي اف اوفر اف، وساين اوفر كوزاين، ادي ساين اوفر كوزاين. طب ما ساين اوفر كوزاين بكام؟ بتان. ساين اوف كوزاين بكام؟ تان. التاني ايكوال زي 3 اوفر 4، رحت عملت الترينجل ده على طول. يا جماعه دي من الحاجات الاساسيه ومن المهارات العاليه، مش العاليه قوي يعني، بس الحاجات اللي بتساعدك كتير وبتسهل عليك كتير جدا. انت عندك التان مقفوله 3 اوفر 4، حاجه مظبوطه شكلها شياكه كده، هتحطها 3 اوفر 4. ليه؟ عشان التان ايكوال زي اوبزيت اوفر ادجيسنت. من بايثاغورس اجيب الهايبوتنس. تمام؟ تمام يا مستر. طب ما انا هنا عشان اجيب الاف محتاج ايه؟ محتاج الساين. هنا عشان اجيب الاف محتاج ايه؟ محتاج الكوزاين. يا مستر طب اشمعنى عوضت في الساين؟ ما كنت عوضت في الكوزاين. مش تفرق، مش تفرق خالص. عوض انت في الكوزاين هتطلع اف برضه ب 5. تمام؟ الساين بكام؟ الساين ايكوال اوبزيت اوفر هايبوتنس اللي هي بكام؟ ب 3 اوفر 5. هشيل دي واحط 3 اوفر 5. تمام كده؟ يبقى انا شلت الساين وحطيت 3 اوفر 5 اهي. الاف وال 3 الاف وال 3 اهمت. ال 3 اللي فوق هتطير مع ال 3 اللي فوق. هيتفضل لك 5 تحت طلعها فوق، يبقى الاف ايكوال 5. خلاص؟ طبعا ده سؤال كويس ويعني فوق متوسط. تمام؟ طيب يلا بينا في السبيشال كيس نمبر 3. كده احنا خدنا تو سبيشال كيسز. تمام؟ خدنا تو بيربنديكولار فورسز اللي هي اف 1 بيربنديكولار تو اف 2، وخدنا تو ايكوال فورسز اللي هو اف 1 ايكوالز اف 2. يلا بينا على الثيرد سبيشال كيس.